الصلاة الخاشعة. إذا حزب الحبيب أمر، إذا أتاه الهم، وكفار مكة يتنافسون لتضييق التضييق عليه وعلى أصحابه، ماذا يصنع بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام؟ يقول لبلال: أرحنا بها، أرحنا بها، وكم واحد مهموم يأتي المخلوق مثله، أبا فضفض لك، سأشتكي لك، اسمع مني يا دكتور، اسمع مني يا معالج نفسي، اسمع مني يا مستشار اجتماعي، لا حرج، اذهب إليهم، لكن ما رأيك تشكو همك لربك وأن تجعله في سجدة، تبكي أمام الخلق والخلق لا ينفعون ولا يضرون، وتبكي لهم تريدهم أن يرحموك؟ ألا تبكي وتذرف الدمع أمام الخلاق الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، كل شيء، وأنت من هذا الكون، وأنت شيء في هذا الكون، ورحمته ستسعك؟ ابكي على ذنبك وعلى خطيئتك، اشتك لله الهم، اشتك لله الدين، المرض، ضلال الأبناء، الهموم التي تحتويش صدرك والتي أجرت مدامعك، اجعلها في سجدة واسجد واقترب، اقترب من الله جل وعلا. ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ضاق صدره صلى الله عليه وسلم، الله يخبر أنه يعلم أن صدر محمد قد ضاق صلى الله وسلم وبارك عليه. يضيق صدرك، ماذا قال؟ لا يهمونك، نعم كلامهم لا يضرك ولا ينفعك، لكن حتى يقوى جنانك ويقوى إيمانك وتستطيع أن تبلغ دين ربك، فلديك دوائين من صيدلية القرآن. الدواء الأول: أدمن التسبيح. الثاني: كن من الساجدين، ومع الساجدين سينزاح الهم عن قلبك. أهل قيام الليل ما يهمهم، ما تجيهم ضيقة صدر. أهل قيام الليل، سألت كبير سن تقول زوجته الصالحة: عرفته منذ 64 سنة، والله ما ترك قيام الليل في سفر ولا حضر. كم عالج من مرة؟ هل أخذ مضادات للاكتئاب؟ هل تسلط عليه وسواس؟ في طمأنينة وفي سعادة، حتى إنه يقول لمن زاره: وينهم عن القرآن ومناجاة الديان؟ يا ناس، والله الذي لا إله غيره لو تذوق لذة السجود مختلطاً دعاؤك وتسبيحك بعبرة، والله لو تذوق السجود وأنت تبكي أنك تعلم أنه لا يوجد في الدنيا لذة إلا تلك اللذة. ينسون أنفسهم، تعرج روح أرواحهم إلى مولاهم وهم في صلاتهم. لذا أيها الأحباب، صلاتنا تحتاج إلى استغفار، صلاتنا نقر، صلاتنا كصلاة المسيء الذي قال الحبيب: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ننقرها نقرا، ولذلك هي لا تنهانا عن فحشاء ولا منكر، ولا تزيل الهم من القلوب. الصلاة الخاشعة دواء، أقسم بجلال الله، دواء لضيق الصدر والهم والغم. لكن صلاة لا تنظر إلى الساعة فيها، صلاة يتجافى جنبك عن وظهرك عن فراشك تناجي ربك. هذه الصلاة التي جعلت أولئك بالأسحار يستغفرون، وكانوا قليلاً من الليل ما يهجعون. لماذا؟ ما يحبون النوم؟ بلى. أليس الفراش وطيء؟ بلى، وجميل؟ بلى، لكن مناجاة الله أعظم لذة في الكون، والشوق إلى لقائه. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: أسألك الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك. ما أعظم الشوق، يبدأ هنا وينتهي على باب جنات النعيم، ثم على منابر النور وأرائكها. والله ما في هم، في هم الله لا يستطيع تفريجه، عياذا بالله أن يظن المؤمن بذلك. يوجد لديك مشكلة، أليس مفاتيحها عند الفتاح العليم جل وعلا؟ يوجد في حياتك كسر، الله لا يجبره؟ والله يجبره، وأقسم بالله يجبره. يقول لي أحد الدعاة:
كنت يوما في أسواق بقالة وكنت أريد المحاسبة، وكان هناك عامل بسيط عامي، وكان أحدهم يعزي الآخر مهموم، قال له: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. فرفع العامي عينه قال: ماذا كنت تظنها لا تفرج؟ والله ما تعرف الله، والله لو تعرف الله أنها ستفرج رغما عنك وعن الشاعر بعد. أي توحيد في قلب هذا؟ كيف تظنها لا تفرج؟ هي ستفرج، لكن إن تأخر الفرج فلأن الله أحب سماع صوتك ومناجاتك وطرقك للباب، ولأن لك منازل في الجنة لن تصلها بصلاة ولا غيره، ستصلها بالصبر على الهم وبمناجاة رب العالمين. فاصبر إن العاقبة للمتقين. طال همك عدل تردد صلاتك، صلاتك تحتاج تعديل تردد، تحتاج إلى صلاة خاشعة، صلاة الله أكبر معناها إعلان للتوحيد أنه أكبر وما سواه أحقر وأصغر. ما تلتفت لبعضنا يرد على الجوال وينظر المتصلين ويضع أمامه ساعة، والبعض منا إن صلى في البيت نقرها نقرا. ما ألوم الهم إذا دخل قلوبنا، هو يدخل قلوبنا لأن طهارة الهم أو طهارة القلب من الضيق والهم ما أتته صلاة بها اتصال. لماذا الله جل الله عندما أراد أن يفرض الصلاة رفع محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد السماوات العلى حتى سمع صريف الأقلام، وأن توقف جبريل عليه السلام من العروج وصعد صلى الله عليه وسلم وكلمه ربه جل في علاه وفرض عليه الصلاة. شرائع الإسلام جميعها على الأرض إلا الصلاة رفع الحبيب لها. أتدري لماذا؟ لأنها ترفعك، ولأنها الصلة بينك وبين ربك، ولأنه يحتاج المصلي إذا قال الله أكبر أن تعرج روحه إلى الله كما عرج بنبي الله. هناك تندك الآلام وتذهب الغموم والأحزان. إذن الصلاة، واعلم أن بعضنا له 40 سنة ما صلى، مع أن ما فتته صلاة الجماعة لكنه لم يصلي بعد الصلاة. ولذلك قد أفلح المؤمنون، أول صفات المفلحين في سورة المؤمنون، قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. صلاتهم لأن بعضنا يؤدي ولا يقيم. أقم الصلاة، ما قال أد الصلاة. الإقامة معناها أن تقوم بجميع جوارحك لله خاضعاً منكسراً منيباً تائباً مخبتاً باكياً. بعد ذلك إيش الهم؟ والله ما يمر عليك هم يا شيخ، والله ما تحتاج رقية، والله ما تحتاج إلى طبيب، والله ما تحتاج إلى مضادات الاكتئاب، وما تحتاج حبوب الأرق حتى تنام أبداً. مطمئن أنت متصل بمن؟